السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سامي العلبي، أحييكم من دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم موضوعنا هو الفوتوغرافي بوست بروسيسنج، وخاصة موضوع التكديس والستاكينج اللي احنا بلشنا فيه بشكل عملي في رحلة اللي هو الفوتوغرافية 2019 على مدار ليلتين كاملتين. قبل ما نبتدي تفاصيل الفوتوغرافي ستاكينج بوست بروسيسنج تكنيك، حابب اخذكم الاول في جوله سريعه على انواع الاستروفوتوغرافي ومقدمه سريعه. عندي ثلاث انواع من الاستروفوتوغرافي تكنيكس او تايبس اوف فوتوغرافي. النوع الاول هو السولر بلانيت اند مون استروفوتوغرافي، وهو كما شايفين احنا بنصور قرص الشمس او قرص القمر او البلانيتس الكواكب الموجوده في السماء في أوقات معينة وفي بعض الإيفنتس السبيشال. النوع الثاني من الأسوفوتوغرافي هو الوايد فيلد، وهو من أجمل الأنواع الأسوفوتوغرافي. هو فعليا عبارة عن لاندسكيب فوتوغرافي بلس شوتينج ات نايت، نايت سكيبس، التكوينات اللي حصر لها ممكن تطلع من هذا النوع. النوع الثالث مثل ما احنا شايفين هي صورة تعتبر صورة وايد فيلد أستروفوتوغرافي، لكن إذا تمعنا النظر باستخدام تكنيكات واستخدام تولز معينة حيطلع تفاصيل جميلة جدا في السماء لتارجتس معينين، ومن أجمل التارجتس بتطلع معنا في سماء الشتاء، وهذا كان موضوع رحلتنا في ليوا. وكان التارجت الرئيسي عنا هو أوراين نيبولا أو سديم الجبار. هذا السديم من أجمل السدم من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو عبارة عن فرايتي من السدم المتعددة بتكون معنا الكونستليشن اوف اوراين مثل ما احنا شايفين. سماه عرب العرب قديما سديم الجبار، وحتلاقي إلى الآن مسميات بعض النجوم مسميات عربية مثل الرجل والسيف. المهم هذا السديم طبعا طرق تصويره ممكن توصل لمعقدة جدا باستخدام محركات، باستخدام تلسكوبات مثل ما حكينا الستار تراكرز، ولكن هدفنا كان في الرحلة وكان في التكنيك الجديد هو تصوير السدم بدون استخدام الأجهزة الخاصة. رحلتنا كانت الحمد لله موفقة. هناخد جولة سريعة في الرحلة. نعمل لايف بينت واسترو فوتوغرافي. لا هذا بس النوع اللي ينزل الشباب الوحدات. مثل ما حكينا قمنا بتطبيق تكنيك للتصوير الفلكي Deep Sky Objects باستخدام فقط الكاميرا والعدسة والترايبود بدون أي أجهزة إضافية. البوست بروسيسنج هنستخدم سوفتويرز بسيطة جدا
اعتيادية فوتوشوب أو لايت روم. إضافة إليهم في عنا الستاكينج سوفتوير، في عندي تو فري سوفتويرز، فيري افيشنت سوفتويرز، سيكويتر وديب سكاي ستاكر. أنا أفضل استخدام السيكويتر لسهولة استخدامه وسرعة البروسيسنج فيه. السيكونس أو البروسيس فلو تبع الأسترو فوتوغرافي إيمج بروسيسنج للنيبلز بشكل عام هيكون كالتالي: دارك فريم سبتراكشن، فلات فيلد، الرو بروسيسنج، بعدين الكومبوزيتنج، وبعدين الإيمج أدجستمنت. بالنسبة للبوست بروسيسنج هنبتدي مع بعض فروم سكراتش كيف نعمل البوست بروسيسنج لحين الانتهاء من النتيجة النهائية. المرحلة اللي هعملها هلا هي مرحلة البوست بروسيسنج، وهي مرحلة المرجوة المهمة في المحاضرة طبعاً اليوم. أول خطوة بعملها بنقل ملفاتي من الكاميرا للكمبيوتر، بحاول أنا أنظم الملفات بشكل معين بحيث تساعدني على أداء الغرض تبعي بأسرع وقت وأسرع وأفضل طريقة. بعمل فولدرات أحط فيها الفايلات، واحد اسمه لايت فريمز أحط فيه الملفات الضوئية اللي احنا صورناها في أرض الواقع. الملف الثاني أو الفولدر الثاني بحط فيه دارك فريمز واللي هي صورت فيها نفس الشوت بس بالكاب اون. والملف الثالث بحط فيه أو الفولدر الثالث بحط فيه الاكسكلودد فريمز اللي فيها الأخطاء المستبعدة، مثل هذا الخطأ الأمامي، في عندي اهتزاز في الترايبود، أو في إضاءة معينة دخلت بسبب أين كان السبب دخلت على اللينس. بحاول أستبعد الملفات هاي عشان ما تأثر على النتيجة النهائية اللي عندي. قبل ما أبتدي شغل على السكويتر بأخذ سينجل فايل من الملفات اللي عندي في اللايت فريمز، وبحاول أفتحه بالفوتوشوب أشوف النتيجة المبدئية كيف شكلها. هاي صورة من إحدى الـ 24 صور اللي أنا أخذتهم على السيتينجز المذكورة هون، 3 ثواني f2.8 ISO 8000 والعدسة اللي استخدمتها 70-200 focal length على 200 mm. بزيد الإكسبوجر عشان أشوف التفاصيل اللي طالعة معي كيف درجتها وكيف حدتها. طبعا ملاحظين النويز الشديد الموجود. بفتح الصورة بالفوتوشوب وبخليها عندي الغرض حنشوفه كمان شوي. الخطوة اللي بعدها بنزل السكويتر. السكويتر مجرد ما بكتب الاسم على جوجل بيطلع لي الموقع الداونلود، بروح على الداونلود ونزل الفيرجن الأخيرة. ما بتاخدش مني دقائق معدودات، الفايل كله يتعدى 5 ميجا، وهو من أحد المزايا. فايل خفيف جدا و above all it's a free software. بفتح السكويتر، عندي 2 panels. الموضوع بسيط جدا: panel لإدخال الملفات و panel للsettings. الستار images هي اللي بحط فيها اللايت فريمز، ال 24 ملف اللي انا صورتهم بدخلهم على السوفتوير. النويز images هي مخصصة للدارك فريمز، نضيف الدارك فريمز. فينيت ايمج احنا ما صورناها، لها طريقة معينة بنحكي عنها ان شاء الله في مرات اخرى، ولكن هي ما حتفيدني كتير اليوم لانه عدد الفايلات اللي عندي قليل. الاوتبوت بختار فين حيتم تسييف الفايل، بعطيه اسم اوراين، let's say اوراين 01. الخطوة اللي بعدها بعمل settings المطلوبة. انا في الحاله تبعي عم بعمل الايننج للستارز، ما عم بعمل تريلز. السكاي ريجن مثل ما احنا شايفين اتس فول ريجن، احنا ما عم نصور لاندسكيب استرو فوتوغرافي، عم نصور السماء بشكل كامل، فاذا بختار السكاي ريجن فول ريجن. الاوتو برايتنس بخليها اون، الهاي دايناميك رينج بخليها اون، الريموف دايناميك نويز كمان بخليها اون، الريديوس ديستورشن افكت هي بتبقى بناء على نوع العدسة اللي استخدمتها سواء كانت وايد انجل او تيليفوتو. في حالتنا هون كانت تيليفوتو لينث،
رامس على 200 mm. ريديوس لايت بولوشن، هي خطوه مهمه جدا، خليها اون، بس بنتبه ان انا بالاوبشنز الموجوده عندي انا مختار ديب سكاي عشان ايفن ان ايفن بتكون في حاله تصوير اللاندسكيب او الفوتوغرافي. الانهانس ستار لايت بخليها اوف، والميرج بيكسلز بخليها اوف، والكلر سبيس بخليها كما الديفولت اس ار جي بي. انا هلا جاهز للستاكينج والالاينمنت، ببتدي البروسيس تبعي، وهي ما بتاخد مده طويله، وهي من احد المزايا في السوفت وير هذا. بعض السوفت ويرز الثانيه بتاخد معي اوقات طويله جدا، توصل لساعات احيانا. الاجمالي هو 3 دقائق او 4 دقائق، فمنتظر لغايه ما نخلص الستاكينج اللي عندي. انتهت عمليه الستاكينج، بفتح ال ديستنيشن تبعي اللي انا اخترت ان انا اسيف فيها الفايل، هاي مثل ما احنا سميناه اوراين 1 تيف فايل، بفتحه بالفوتوشوب، بضيف الملف السنجل على نفس الفايل، بحاول اعمل الاينمنت سريع، اليوم مش لازم يكون دقيق بشكل عالي، ولكن بس فور ذا بروف اوف كونسبت. بشكل تقريبي انا دائما افضل ان اعمل دوبليكات لللير، خلي الاصليه اصبح عندي. هلا انا 3 لايرز، واحده عليها سنجل فايل ودوبليكيت من الاوتبوت اللي طلع من السيكويتر. قبل ما اعمل بوست بروسيسنج لازم اعمل كروبينج، احاول اتلافى المناطق اللي فيها الالاينمنت، وهذا مهم جدا لانه هيأثر عندي على الكيرفز، هيأثر على كل البوست بروسيسنج اللي عم بعمله. الكروبينج بيكون بالطريقه هاي. الخطوه اللي بعدها بحاول اعمل روتيشن لأوراين بحيث تكون في وضع افقي. انا جاهز هلا ان انا افتح الكاميرا رو اديتور لإحدى الـ outputs. الـ steps بسيطة جدا، بعد الـ exposure مثل ما احنا شايفين لما بعمل exposure بتطلع عندي تفاصيل بتبان أكتر، ولكن في تفاصيل بتتمص، وخصوصا قلب المجرة أو قلب السديم الخاص بالسديم الجبار. بقدر أعالج الموضوع هذا إن أنا أعمل brush سريع، أقلل فيه بالإكسبوجر وأعالج المنطقة اللي هي القلب سليم جبار. هذا من أجمل ما خصائص الموجودة عندي في الرو، استعارة التفاصيل. عندي هيك الوضع. أوكي، نقدر نشوف before and after بعض الكونترست. الدي هيز عندي اوبشن مهم جدا للبوست بروسيسنج للاستروفوتوغرافي. كل ما بزيد الدي هيز كل ما بزيد معي النويز، بخليه وسطي، برجع ازود تاني البرايتنس والاكسبوجر. طبعا الدي هيز بيأثر لي على الوايت بالانس، بقدر اعالج الموضوع هذا ليتر اون بالبلاك بوينت ادجستمنتس والكيرفز. انا هلا جاهز نوعا ما، بفتح الملف، بفتح الملف الفوتوشوب، عندي الخطوة الرئيسية هي كيف ادجستمنت اللي حكينا، البلاك بوينت، لها شوية مجهود تراي اند ايرور لغاية ما اوصل للنقطة اللي هتعطيني النتائج المطلوبة.
بعمل opacity 50% تقريبا. مثل ما احنا شايفين في عندي فينيت ناتج عن ال 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 الكواليتي او العدسة بشكل عام، اي عدسة فيها فينيت. الاوبتيكال امبرفكشنز وإلها كاليبريشن فايل مثل ما حكينا، بس احنا ما استخدمناه عنا في البروسيس اليوم. نقدر نحنا نعالج الموضوع هذا بالبوست بروسيسنج بإضافة adjustment layer brightness. وبعمل عندي gradient tool gradient عالجنا الفينيت وخففنا من حدة الفينيت اللي عندي. بالنسبة للكيرفز احنا شايفين الوضع كيف صار مقارنة هلا بال، نقدر نشوف ان احنا كيف التفاصيل عندي ابتدت تظهر اكتر. الخطوة اللي جاي هلا بدي اعمل بعض تصحيح الكالرز. النبلسي عادة بتكون فيها احمر اكتر، وهذا بسبب استخدام الكاميرات الاعتيادية الغير مخصصة للأستروفوتوغرافي. بتظهر ليرز عندي الوانها مختلفة شوي عن الواقع. لو فتحنا الجوجل الويكيبيديا وعملنا سيرش على اوراين نقدر نشوف الالوان الحقيقية للسديم، هي مال الحمار اكتر. انا بقدر اعالج الموضوع هذا ان انا اضيف adjustment layer channel mixer وازيد الاحمر شوي، وبرجع اعمل invert لللاير بالبرش تول، بعمل عملية تصحيح للcolors في المناطق اللي احنا شايفينها هاي. هيك انا وصلت النتيجة مرضية نوعا ما. نقارن هلا ما بين النون ستاكت سنجل فايل والستاك 24 فايل ونشوف الفرق في التفاصيل. فرق كبير جدا من المراحل الثلاثة اللي عندي، السنجل فايل، الستاكت نون بروسيست فايل والبروسيست فايل. هي يعني بروسيس سريعة جدا للمعالجة. نقدر نشوف طبعا ان احنا وصلنا نتيجة نسبيا جميلة جدا مقارنة من ان ما استخدمت اي جهاز او اي محرك تتبع نجوم او اي شيء، استخدمت فقط العدسة والكاميرا والترايبود. اخر مرحلة طبعا اسيب الفايل بصيغة الجي بيج، حاول اخلي الفايل على الماكسيمم سايز تبعه. سديم الجبار دائما فيني اعمل له كروب، كل ما عملت كروبينج كل ما اقدر ارجع مره تاني اعالج الصوره بشكل اكبر. طبعا ظهر النويز عندي اكتر، بقدر اعالج الموضوع هذا بخطوات بسيطه. اول شيء برجع بعمل كوركشن للكيرف، مثل ما احنا شايفين الفرق واضح. بعمل دوبليكيت مرة ثانية لللاير هاي، وفي تريك بسيطة بعملها ان انا على الكاميرا رو فلتر بقلل النويز بشكل كبير جدا. طبعا هتضيع تفاصيل كبيرة في النص، ولكن انا اللي حعمله ان انا هضيف ماسك وحبتدي بالبروش اظهر المناطق اللي فيها عندي تفاصيل، وهي باختصار أوراين النبلة نفسها والرانينج مان النبلة. مثل ما احنا شايفين هذا قلل لي النويز في باقي الصورة.
أسيب الفايل. هذا هو البروسيس اللي عندي. مثل ما احنا شفنا واخيرا هي نتيجتنا الاخيرة، بنبين فيها الفرق ما بين السنجل شوت والستاكت شوت. مثل ما احنا شايفين الفرق كبير. هاي مجرد بداية للتطبيق، حاولوا انتو تطلعوا وتجربوا التكنيك مرة تانية، زودوا عدد الصور، السنجل شوتس اكتر من 20 30 40 صورة، حاولوا تاخدوا دارك فريمز اكتر واكتر وتطلعوا بنتاج افضل، عيدوا البروسيسنج مرة واثنين وثلاثة، حتلاقي كل مرة الليرنينج كيرف بيزيد معكو والنتائج بتتحسن. وكل هذا خطوة اولى قبل نية الاستمرار في هذا المجال وشراء معدات ممكن تساعدك على نتائج أفضل. أتمنى يكون الشرح وافي ويوصل المعلومة ويؤدي الغرض. أتمنى منكم التطبيق، واللي عنده أي استفسارات يحط كومنتس أو يبعث لي على السوشيال ميديا اللي مبينة قدامكم، وأنا حاضر لجميع الإجابات بإذن الله تعالى. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.